بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في تلخيص المحاضرة الأولى من دبلوم القانون، ودي اللي كان معادها البث المباشر اللي كان معاده أمس. هنتكلم إن شاء الله في الفيديو ده عن كل الأشياء اللي احنا اتكلمنا فيها أمس، لكن على صفة العموم أو بصورة العموم. اتكلمنا أمس ووضحنا بعض الأشياء الأساسية اللي هي متعلقة بالمواد الدراسية، وقلنا إن احنا عندنا نوعين من المواد الدراسية، عندنا مواد تخصص ومواد عامة. مواد التخصص ديت اللي هي هتكون متعلقة بدراسة المواد القانونية، مواد القانون، ودي اللي هيكون فيها الاختبار النهائي من التقنية. والمواد العامة دي مواد عامة زي اللغة الإنجليزية واللغة العربية والحاسب الآلي، وديت هيكون فيها اختبار من المعهد فقط، يعني مش هيكون فيها اختبار نهائي. علشان كده هيكون تركيزنا الأساسي واجتهادنا على مواد القانون، بحيث ان احنا نكون ملمين بيها وتكون عندنا المعلومات الكافية عنها. في المستوى الأول عندنا 4 مواد، مادة تخصص واحدة وثلاث مواد من المواد العامة. مادة التخصص الوحيدة عندنا في المستوى ده اسمها مادة مبادئ القانون. مادة مبادئ القانون دي محور الدراسة فيها هيكون من خلال نظريتين، نظرية القانون ونظرية الحق. والهدف الأساسي من دراستنا لهذه المادة إن المادة دي تعتبر بمثابة حجر الأساس للعلوم القانونية، مدخل لدراسة العلوم القانونية، كذلك أيضا تساعد المادة ديت في الإلمام بكافة المبادئ والأصول التي يرتكز عليها كل من نظريتي القانون والحق. ودراستنا للمادة دي هتكون زي ما وضحنا من خلال قسمين. القسم الأول هنتناول فيه نظرية القانون، وده هيكون من خلال مطلبين. والقسم الثاني هيكون يتناول دراسة نظرية الحق، وده برضه هيكون من خلال مطلبين. اللي هنتكلم عنه النهارده إن شاء الله أو هنبدأ في شرحه نظرية القانون. وعندنا في نظرية القانون المطلب الأول بيتكلم عن تعريف القانون والقاعدة القانونية. لما نيجي نعرف القانون هنعرفه بإن هو مجموعة من القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم أو بينهم وبين الدولة، وكذلك سلوكهم في المجتمع. ويترتب على مخالفة هذه القواعد توقيع الجزاء القانوني على المخالف. يبقى القانون عبارة عن مجموعة من القواعد، مجموعة من القواعد القانونية. طبعا القواعد دي بتكون ملزمة للأفراد، يجب على الأفراد عدم مخالفتها. إيه هدف القواعد دي؟ هدف القواعد دي تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم أو بينهم وبين الدولة، وإيه كمان؟ وكذلك تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع. طب إيه اللي بيترتب على مخالفة القاعدة القانونية الملزمة؟ يترتب على مخالفتها توقيع الجزاء القانوني على المخالف. ده اللي هو المقصود أو تعريف القانون. للقانون أهداف. إيه أهداف أو الهدف من وجود القانون في المجتمع؟ الهدف من وجود القانون في المجتمع ثلاث أهداف للقانون. الهدف الأول هو تحقيق الأمن الفردي، يعني وجود القانون يجعل كل منا يحس بالأمن، وكذلك تحقيق العدل. وتحقيق العدل ده يقصد به إعطاء كل ذي حق حقه، وكذلك تحقيق الاستقرار، لأن في حالة عدم وجود القانون هتعم الفوضى، وإذا عمت الفوضى لن يكون هناك استقرار. بعد كده هنتكلم عن التمييز بين القانون والقواعد الاجتماعية الأخرى. التمييز بين القانون والقواعد الاجتماعية الأخرى. من ضمن القواعد اللي هنتكلم عنها القواعد الأخلاقية أو القاعدة الأخلاقية.
وعشان نميز بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية لابد إن احنا نعرف يعني إيه القاعدة الأخلاقية. القاعدة الأخلاقية عبارة عن مجموعة من المبادئ يتعرف عليها الناس، يبقى مجموعة من المبادئ التي يتعرف عليها الناس في مجتمع معين. الهدف من هذه القواعد هي تحقيق المثالية، زي إيه؟ زي الحث على فعل الخير والنهي عن ارتكاب الأمور السيئة، زي أيضا مساعدة الآخرين. ده شيء أخلاقي، قاعدة أخلاقية. يبقى القاعدة الأخلاقية مجموعة من المبادئ التي يتعرف عليها الناس في مجتمع معين وتهدف إلى تحقيق المثالية، زي فعل الخير والنهي عن ارتكاب الأمور السيئة. طبعا بتتفق القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية في شيء، إيه هو الشيء ده؟ في كونهما ينظمان سلوك الأفراد داخل المجتمع، لكن بيختلفوا من حيث الجزاء والتحديد والوضوح، وكذلك من حيث الغاية. طيب إيه وجه الاختلاف؟ الجزاء في القاعدة القانونية بيختلف عن الجزاء في القاعدة الأخلاقية. إزاي بقى الكلام ده؟ إن عندنا الجزاء في القاعدة القانونية بيكون جزاء مادي وملموس، بتحس بيه، يستشعره الفرد، زي إيه؟ زي الحبس والغرامة وتوقيع الحجز على أموال المدين. أما بالنسبة للجزاء في القاعدة الأخلاقية فبيكون جزاء معنوي فقط، زي إيه؟ زي استنكار الجماعة للفرد المخالف. طيب من حيث التحديد والوضوح، القاعدة القانونية بتكون محددة وواضحة، بخلاف القاعدة الأخلاقية فهي بتكون غير محددة. طيب من حيث الغاية، الغاية من القاعدة القانونية هي تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، وليس خلق مجتمع ملائكي، بخلاف القاعدة الأخلاقية فهي بتهدف أو بتسعى إلى الوصول بالأفراد إلى مستوى الكمال الأخلاقي. ده اللي هو التمييز بين القاعدة القانونية والقواعد الأخلاقية. بعد كده هنميز بين القواعد القانونية وأوامر الدين، وعشان نميز بين القواعد القانونية وأوامر الدين لابد إن احنا نعرف أوامر الدين. أوامر الدين دي المقصود بيها مجموعة الأحكام والأوامر والنواهي اللي أقرتها الشريعة الإسلامية، يبقى عبارة عن مجموعة الأوامر والنواهي التي أقرتها الشريعة الإسلامية. طيب الأفراد بيلتزموا بقواعد الدين ليه؟ يلتزم الأفراد بقواعد الدين اجتنابا لغضب الله عز وجل. طيب إيه هي قواعد الدين أو مثال ليها؟ زي مثلا القواعد المتعلقة أو الأمور المتعلقة بالصلاة والصوم والزكاة. بيتفق الدين والقانون في أن كل منهم يخاطب الفرد بقواعد ملزمة، يبقى القاعدة القانونية بتتفق مع أوامر الدين في أن كل منهم قواعد ملزمة، القانون قواعده ملزمة، وكذلك أوامر الدين أوامر ملزمة، لا يجب للأفراد أو لا يجوز للأفراد أن يخالفوها، لكنهما بيختلفان من حيث النطاق والغاية والجزاء. فنطاق قواعد الدين أوسع من نطاق القاعدة القانونية. ليه؟ لأن هي بتشمل أو الدين بيشمل علاقة الفرد مع خالقه عز وجل، وكذلك علاقته مع نفسه، وكذلك علاقته مع غيره من الأفراد. أما بالنسبة للقواعد القانونية فلا تشمل إلا العلاقة بين الفرد وغيره من الأفراد أو بين الفرد والدولة. طيب من حيث النطاق أو من حيث الغاية، آسف، الغاية من الأحكام الدينية هي فعل الخير واجتناب الأمور المنهية عنها وحفظ النظام. أما بالنسبة للقواعد القانونية فالهدف الأساسي منها أو الغاية الأساسية منها هي تحقيق الأمن والاستقرار. طبعا بيختلف
الجزاء في القاعدة القانونية عن القواعد الدينية أو عن أوامر الدين، في أن القواعد القانونية الجزاء فيها بيكون دنيوي وتوقعه السلطة المختصة، أما بالنسبة للجزاء على مخالفة الأوامر الدينية فبيكون جزاء أخروي يوقع في الآخرة، إلا أنه يوجد بعض الأوامر التي يكون لها عقوبات أو جزاءات دنيوية بالإضافة إلى الجزاءات التي توقع على المخالف في الآخرة. بعد كده هننتقل إلى التمييز بين القاعدة القانونية وقواعد المجاملات والعادات. قواعد المجاملات والعادات المقصود بها ما يتعرف الناس على اتباعه في المناسبات الاجتماعية داخل المجتمع، زي تبادل التهاني في المناسبات السعيدة والتعزية في المناسبات الحزينة. قواعد المجاملات والعادات بتشترك مع القاعدة القانونية في أنها تعتبر موجهة للسلوك الاجتماعي، إلا أنها تختلف عن القواعد القانونية من حيث الغاية والجزاء. غاية القاعدة القانونية بتختلف عن غاية قواعد المجاملات والعادات، وكذلك الجزاء في القواعد القانونية بيختلف عن الجزاء في قواعد المجاملات والعادات. بعد ذلك ننتقل إلى تقسيم القاعدة القانونية. يبقى احنا اتكلمنا عن تعريف القانون وأهدافه والتمييز بين القانون وبين غيره من القواعد الاجتماعية الأخرى. هننتقل بعد ذلك إلى تقسيم القاعدة القانونية. بتنقسم القاعدة القانونية من حيثيات مختلفة. اليوم بإذن الله هنتكلم عن تقسيم القاعدة القانونية من حيث طبيعتها. بتنقسم القاعدة القانونية من حيث طبيعتها إلى قسمين. القسمين دول هما القانون العام والقانون الخاص. يبقى القاعدة القانونية بتنقسم من حيث طبيعتها إلى قسمين، قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص. القانون العام بينقسم إلى قسمين، هما القانون العام الخارجي والقانون العام الداخلي. القانون العام الخارجي يقصد به القانون الدولي العام، ومهمة القانون الدولي العام ده تنظيم العلاقات التي تقوم بين الدول وبعضها البعض، أو بين الدول والمنظمات، أو بين المنظمات الدولية وبعضها البعض. أما بالنسبة لقواعد القانون العام الداخلي فهو تنظيم العلاقات القانونية التي تنشأ بين الأشخاص الذين يتعاملون مع الدولة. القانون العام الداخلي ليه فروع. إيه هي الفروع ديت؟ أول فرع منها القانون الدستوري، وده يعتبر القانون الأساسي في الدولة، وكذلك القانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي. القوانين ديت هنتكلم عنها أو هنوضحها بالتفصيل في المواد الخاصة بيها، ده مجرد مدخل أو نبذة بسيطة عن الأشياء ديت. بعد كده عندنا القسم الثاني من أقسام القاعدة القانونية من حيث طبيعتها اللي هو القانون الخاص. بيشمل القانون الخاص، طبعا القانون الخاص عندنا مهمته تنظيم العلاقات القانونية التي تنشأ بين الأفراد وبعضهم البعض، أو تلك التي تنشأ بين الأفراد والدولة، ولكن في حالة ما إذا كانت الدولة مجردة من السلطة والسيادة. طيب، في فروع للقانون الخاص. فروع القانون الخاص إيه هي؟ اللي هي القانون المدني والقانون التجاري والقانون البحري والقانون الجوي وقانون العمل وقانون الإجراءات المدنية والقانون الدولي الخاص. ده كان ملخص لمحاضرة أمس، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.